كمواطنين مغاربة ولنا جميع حقوق. لهذا التدخل وهذا الاحتجاج يدل على أن يوجد بجماعة الحضرية بمدل واحد العدد من النواب السلالية وعلى رأسهم سعادة الرئيس عبد الصمد الزمزمي يفوتون أراضي جماعة السلالية الزردال بدون قانون وبدون استشارات جماعية. ولهذا احنا كمواطنين اليوم واقفين هنا تنطالبوا بالحقوق ديالنا، والشعار ديالنا كما كيعرفوا جميع المغاربة وهو الله الوطن والملك. احنا كنطلبوا من صاحب الجلالة باش يدير واحد التدخل سريع لوقف هذا النهب. حمشة نساء ورجال خذوا لنا الأرض اللي هي جيت شاطئ الأمم، فيها يعني داروا فيها عمارات وداروا فيها، عطاو الرجال 3 مليون والعيالات ما استفدوا حتى ريال، وبقى الأرض عندنا تما. ولحد الان دابا خداو هذيك الارض اللي لتحت، بغاو ياخذوا لنا الارض اللي هي فلاحيه، اللي صاحب الجلاله عطى رعايه مولويه قال بان الارض اللي هي فلاحيه سقويه ما تمشيش في 2015 وما ديروهاش عمارات وتحيدوا منها الفلاحه. وفي 2018 يعني قالت الاراضي الفلاحيه اللي هي بوريه، رغم ذلك المسؤولين فهم تيتحداونا ولفقوا لنا تهم، لان تنهضروا على حقنا، ما بغيناش ارضنا تمشي ويشردونا، لان هاد الناس باغين يزيدوا البطاله. حنايا المدن فيهم البطاله، ما كاين لا قرايه لا خدمه لا حتى شي حاجه، جاو القريه يعني الباديه وباغي ياخذوا لنا ارضنا يشردونا، لان فيها فلاحيه سقويه يعني فيها فيرمات كبار، الناس منا خدامين، الدري تيقرا وما توفقش في قرايته تيمشي عند باه يخدم معاه، يعني هذوك الفلاح تيخدم معاه، الفقير تيخدم معاه جوج ثلاثة أربعة، يعني هاد الناس فين يمشيو؟ ملك البلاد من كيخدم ملك البرلمان كيقول استرجاع الأراضي لذويها. درنا مراسلات من 2011 وحنايا تناضلوا وتنطالبوا بحقنا. في 2015 لفقوا تهم العشرة ديال الناس، ناس كاين اللي عنده فوق 70 قال لك بأنه حمريطة، بأن الناس طلعوا الفيلا ديالو سرقوا ليه الحامض، شوية دار الشتم كل مرة شنو تيدير. في 2018 دعا فينا 11 واحد، خمسة دار لهم تصفية الجسدية بأن هاد الناس باغيين يصفيوا النواب، والنواب عايشين معنا في الدوار. وفي التحقيق أن النواب قالوا هاد الناس حنايا عايشين معنا في الدوار وعمر شي واحد ما هددنا، ولكن هاد الشيء دايروا الباشا وحمريطه. القايدي احمد من سلاليه دويسليم، نطالب بارضنا المغتصبه ايام الاستعمار باي سند قانوني، ونحن وفيها مساحتها 91 هكتار، وملي جينا نطلعوا على الوثائق اجبرنا الوثائق، وهي من دويسليم كل واحد عنده هكتار، وجبرناهم كاتبين عليهم في الاستعمار 8 الهكتارات للواحد، هما 40 يعني 8 الناس كاتبين عليهم 40 هكتار، وهذا تزوير. ودويسليمي لا يتعدى جوج لقطارات ولا ثلاثه. ومن الايام الاستعمار 1942 اذا تفاجئنا بالمشروع تحط فوق ظهرها بلا ما يخبروا واحد من الساكنه. وحنا اليوم نطالب بحقنا. وجلالة الملك أيده الله ونصره يقول الأرض المغتصبة ترجع إلى أهلها، ونحن مع الخطاب الملكي الأخير أيده الله ونصره. حنا يا أختي تنتهبوا في الأراضي هذه، عندنا فلوس في القنطرة ما خرجتش لنا من 2007، عندنا الأرض، هذه الكريانات اللي كانت تتاحوا لنا النفايات تقول لك تدوز لكم 95 مليون في العام، ملي جينا تنقلبوا الصندوق تلقاو خاوي تيلهب لنا عبد الصمد الزمزامي في الحضاري، تيلهب لنا هذيك الاموال 95 مليون في العام سنين، مده شي 10 سنين ولا 12 عام هو تيلهب لنا في الاموال ديالنا، وفلوس قنطره دازت 2007 وما استفدناش فيها، والناس مقهوره تتبات في الزمره، والدراري دراوش، الناس ما عمر شي واحد استافد، الناس قبيل كلها استافدت، حنا ما استافدناش. والارض درت عليها استطلاع، الارض ديال جودنا، قال لي المحافظ، مشيت للمحافظه قال لي المحافظ هاد الارض راه ديالكم، هاد الارض راه ديال دويسليميه، هما قال لك دخلوا علينا الدومين، حنايا تفاجئنا، تنعرفوا هذيك الارض كانوا تيتفلحوها جدودنا وتنتفلحوها حنا وتنحرتوها وتنتمعشوا بها، دابا تفاجئنا، جاء حطت فيها مزاره ديال الجهه، حط فيها دابا الشركات بوزوباع،
هو اللي حط بدون رخصه بدون، ولكن حنايا راه ما نتعاتقوش الا ما تخشوش الناس المسؤولين في هذا الملف، حنا راه ما غنتعاتقوش على ارضنا حتى ناخذوا حقنا وعيشه المالي. الارض اللي اغتصبت اللي تغتصبت لنا من اللي حطوا فيها المشروع، اللي حطوا فيها المشروع جد داروا معنا حوار الضمين السيد الباشا السيد رئيس الجماعه، ولكن شنو قالوا لنا؟ قال لك انهم في 1973 انهم داروها في الجريده الرسميه، في 1973 كانت الساكنه ما كتوصلش للمدينه، ما كانش عندنا هنايا جماعه او لا كانت عندنا قياده او لا شي حاجه، ما كان عندنا والو يعني، وكان وما معروفينش ما معلومينش بالخبر. واش الساكنه غادي تمشي وتقلب على الجريده الرسميه اللي هي اصلا الناس دابا ما كيعرفوش شنو هي الجريده الرسميه، الناس دابا ما كيعرفوش شنو هي الجريده الرسميه، وبناوا على هذا القرار هذا، قال لك انهم نشروها في الجريده الرسميه من بعد عام خذتها الدوله. واش الدوله غتبني على اساس ان الجريده الرسميه الناس غيمشيو يرحلوا باش يمشيو يشوفوا يقراوا ديك الجريده الرسميه وهما في الاصل اميين، منين هاد الناس غيعرفوها؟ اذا اغتصبت لنا هذه الارض رغما عنا ورغما عن الساكنه، وانا كنعرف وجميع الناس كتعرف ان الارض التي استرجعت من طرف الاستعمار ترجع الى اهلها الى الساكنه، وحنا هاد الارض كانوا استقلاليين، والدينا وجدودنا هما اللي رجعوا كانوا استقلاليين، وكانت الارض ديالهم الارض كانت ديالهم اللي كنعرف انا من النهار الاول، وما تيحرتوها كيزرعوها يعني لحد الساعه حنا كنعرفوها ارضنا، ما بالونا نتفاجئنا بمشروع كينزل بدون حوار مع الساكنه، بدون راي، بدون راي اي، بدون حوار مع الساكنه ولا راي ولا اخبارها ولا اي شيء، فما بالو هذه الساكنه؟ اذا تنهب الرمال ديالنا، تنهب اراضينا السلاليه نهبت، نهب الكراء ديالنا ضعنا فيه، مشروع زرده لحد الساعه، مشروع زرده لحد الساعه باقي ما شفنا منه حتى شي حاجه، وهو في الاصل خصو يكون الشباب دوي سليم وشباب زردال وهذه، لانهم قبيله مهمشه فقيره، لماذا علاش غادي يستافدوا منه ناس غرباء وما يستافدوش، علاش ما يستافدوش منه الساكنه؟ هذا الشيء اللي كنطالبوا به، وهذا هو الحق اللي كنعرف. الناس اليوم ساكنين عندهم ترواز يا ميطاج، وحنا من 1984 لم نستفيد ولو بدرهم واحد، ما عطاونا لنا حتى شي حاجه، وحنا اليوم جينا نطالبوا بهذا المشروع ديال زردال اللي هو مشترك ما بين زردال وولاد العياشي ودوي سليم والزمزامي، عاطي للناس ساكنين، كاين اللي عنده الكاتر ايام وكاين اللي عنده التروز ايام وكاين اللي عنده والبقات، وما استفدناش الساكنه ما استفدتش ولو بدرهم واحد. جابوا المشروع حطوا لنا في الحفره سيدي بن داود، جابوا المشروع مع 11 ديال الليل، جابوا البرارك ديالهم حطوهم، جابوا الباريالات حطوهم، حنا ما الساكنه ما فراساش، الصباح تنفيقوا كنمشيو للعمل ديالنا تلقاو المشروع مبني، كنسولوا الناس واش تدزي مع 11 الليل مع 10 مع 11، جابوا المشروع مع 12 ديال الليل حطوه، حطوا لنا المشروع، تنطالبوا هذا المشروع علاش تحط؟ فين هو التعويض ديالو؟ الارض نهبوا لنا في 2005، الملف ديالها سدوه، شاركت فيه الداخليه ديال الشؤون القرويه، شارك فيه نايب ما عندوش الحق في ارض الجو معيتين فيها، مقدم سينا فيها، كسبوا شهاده اداريه، سعيده بنت كريم عمراني جابت لنا شركه في 91 من حيت الجنة على الشركه من تحطت، طلبونا قالوا لك حقا الاراضي الفلوس ديال الكراء غتستافدوا منها الساكنه في صندوق الجماعه السلاليه، لحد الان ما استفدنا لا من صندوق الجماعه السلاليه، نهبوا لنا الكريانات، كاينه ديكاباج من ترخيص من الداخليه 3 متر فيه 36 متر، تنقلبوا على الرمله باش ردموها، هزوها باعوها للشركات، جابوا شركه ديال اوزون 5 سنين وهما في الكريان، قالوا لنا راه كاينه 96 مليون في العام غتحط في الساكنه ديال الجماعه في صندوق ديال الجماعه السلاليه ديال دوسليم، ما كاين حتى حاجه من داك الشيء. لا فلوس ديال الكرا ديال الكاريان، لا فلوس ديال الاوسون، لا فلوس ديال التعويضات، باعوا البقاعي، باعوا الارض، نهبونا، ما خلاو حتى شي حاجه ما خلاوها. اليوم كنطالبوا جلاله الملك يقرا لنا هذا الملف، هذا هويا، حنا ما بقينا نثقوا لا في دو وزير الداخليه ولا وزير العدل الا جلاله الملك. هذا النهب الذي لا حدود له في جميع الاراضي السلاليه، ومنذ عام 1989 وقع التوقيع واتفاقية على الأرض السلالية
بواحد ثمن باخص ديال 10 دراهم، وحنا كمواطنين كنعرفوا بلي المتر كاري ما بقاش يساوي 10 دراهم حتى في النيجر في شمال افريقيا. لهذا حنا من حقنا اليوم كمواطنين مغاربه كنطالبوا بالحقوق ديالنا، وبجميع التفويتات وبجلسه وزاريه ولجنه حضاريه بحضور نواب الجماعه السلاليه ورئيس المجلس الحضاري وجميع المسؤولين باش يوضحوا للجماعه السلاليه هاد النب وهاد التفويت اللي صالح من كيمشي، وهاد الجماعه السلاليه وهاد الشباب المغربي اللي كيضيع، واش ما نديروش واحد الالتفاته مولويه شريفه كما قال صاحب الجلاله وكما يتمنى صاحب الجلاله الشعبي الكريم المصطفى ورعاه ومجند ورعاه كجنود من طنجه الى القويره. لهذا احنا مستعدين اليوم وكناضلوا مع صاحب الجلاله يوميا، والشعار ديالنا هو الله والوطن والملك. وعاش الملك، عاش الملك زردان، عاش الملك زردان. كيدير واحد تدخل سريع الاقليم ديال بوكنادل الجماعه الحضاريه والجماعه السلاليه الزردال، لقد وقع تفويت جميع الاراضي. هاي المراه، هاي هاي انا سلاليه، انا سلاليه وبغيت بلادي. حكي الكلمه. انا سلاليه وبغيت حقي وبغيت بلادي، انا ضايعه في بلادي، بلاد مبا وجدي. تقول شحال من عام؟ عندي 80 عام. سير هضر. شهد علي الله بنيتي، عندي 85، انا خص لي 5. ومن 89 هي تتسنى. وانا كنتسنى، وانا عيانه وكبيره وشارفه ما عندي على من التكه، بغيت حقي، حقي كنسالو، يعطيني حقي. رزقها من عند النياب الجماعة السلالية. رزقي من عند النياب، انا سلالية. جماعة سلالية. انا يا سلالية وانا امراه كبيره وبغيت حقي، الناس ساكنه وانا ضايعه. والعقد جا من عند السيد وزير الداخلية في 2017 بانني الغاء العقد ديال الجماعات زردال. زردال من عند السيد الرئيس والسيد الباشا والسيد القايد. القايد باش ما يحطوش يديهم ولا شي حاجه في الجماعه السلاليه ديال زردال. ديال زردال الا حطيت فوضوا مع اولاد زردال. ودابا وحنا واقفين دابا شحال من وقت، دابا 10 ايام واش 20 يوم؟ لا من جاوبنا، لا من جاوبنا، لا نياب ولا باشا ولا القايد ولا رئيس. بان هذا الرئيس ممثل لهذه الجماعه اللي كيمثل دوي سليم زردال، ولاد الحنشة، ولاد العياشي، البراهمة، يعني هاد المناطق كاملة، باش كيمثلنا بأن سنا معنا واحد العقد ديال فلوس الصندوق ديال الأراضي السلالية، التفويت ديالها كانوا يخرجوا لنا فلوس الصندوق لتعويضات الناس، ما شنا لا تعويض، ما شنا حتى شي حاجة من هاد الرئيس، باش كيمثلنا حنا هاد الرئيس؟ أنا لا يشرفني، أنا أعيش في هاد الدولة مع هاد الناس اللي هما يعني كنحسبوهم يعني ماشي نقولوا حنا كيزوروا الملفات، ولكن كيغلفوا الكلمات بان يدوز من شي لشي، ولا يشرفني انا اعيش في هذه الدوله. وعاش الملك. تحيه نضاليه، تحيه نضاليه من ذوي حقوق الاراضي السلاليه وسليم. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.